أهلا بكم مرة تانية وموجز لأهم الأخبار الفنية. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. وقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. حد الشبوة الصغيرة يا ياسين. بينك وبينه ايه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبيهاته كلها معايا. يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السناينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك انك تتعنطر تتعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما داسها جدعة. ايه اللي انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. يا فين اللي بتخض معاه؟ ايه موسم البطه ابتدى ولا ايه؟ برجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحفه تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينه. اهو مدينه الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت نجاح مبهر من خلال مجموعة من الأعمال القوية اللي عبرت عن الشارع المصري وناقشت العديد من القضايا المهمة، ورجعت جمعت الأسرة المصرية والعربية من جديد قدام الشاشات، وده ظهر بقوة من خلال الحلقات الأخيرة اللي خطفت قلوب المشاهدين بعد نهايات درامية وواقعية قدمت رسائل مجتمعية مهمة. أشادت النجمة ريهام عبد الغفور بأحداث مسلسل تحت الوصاية نجمة منى زكي، وقالت ريهام قدمت الشكر لكل صناع المسلسل على هذا الإبداع، وكتبت على حسابها في فيسبوك: كل ما بكبر كل ما انبهاري بيبقى أصعب لحد ما بقيت بحس إنه أصبح مستحيل، فشكرا لكل صناع تحت الوصاية على الإبداع اللي خلاني أعرف إني لسه ممكن انبهر. كمان الطفل عمر شريف اللي لعب دور ياسين ابن منى زكي في مسلسل تحت الوصاية علق على حسابه بموقع فيسبوك على عمله مع منى زكي في المسلسل، وقال: شكراً على الفرصة الكبيرة اللي اديتيها لي إني أشتغل مع حضرتك، شكراً على ثقتك فيا، أتمنى أكون قدها، اتعلمت من حضرتك كتير قوي على المستوى الفني والشخصي، مش عارف أوصف قد إيه كنت حنين عليا ورا الكاميرا، وده طمني وساعدني أكون أحسن، والشغل معاكي حاجة هفضل أفتخر بيها طول حياتي، أشوفك قريب يا حنان وهخلي بالي من فرح. أنا هوريك عشان تتعلم بقى ترد وتلعب كورة. اسكت صلي على النبي. طيب ابعد هتعور نفسك. كفاية خلاص يا ست ليلى. خلاص يا ست ليلى. بس كلامي معاك في البيت عشان بس تبقى ترد عليا حلو. انا بكرهك قدامي على البيت. كلامنا في البيت. ياسين ياسين فين؟ روح فين؟ الفنان منذر ريحنا ودع مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، واللي انتهت أحداثه أول امبارح بعد عرضه خلال موسم دراما رمضان 2023، وقدم الشكر للي كان السبب في صنع هذه الرحلة الممتعة. كتب ريحنا على فيسبوك: في وداع جعفر العمدة كان القرار بركوب هذا القطار معا، وكان القرار أن نسير على سكة متينة من الحديد والصلب وننطلق معا متوكلين على الله وما أعطانا من نعمة. وأضاف ريحنا: ها قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، ولكن قبل النزول لابد من الشكر مع المحبة والعرفان لمن كان سببا في صنع هذه الرحلة الممتعة، مع شكر شركاء النجاح الجمهور فهم السند وأبطال هذه الحكاية. وأمه مسقعه له جيركن أبيسوس. هيفتح الجيركن ويقربعه على بق واحد ويقرمش ويرميه في الزبالة. أنت هتبقى الجيركن ده شوقي، لازم ضمانة. أنت راجل ذكي، اللي يضمن لك إنك تعيش غير إنك تبقى ماسك ضمانة على جعفر العمدة.
قولوا بالك الرجلين دول عقلي مشغول بحاجات تانية. عقلي مشغول بحاجة شو لو ظبطت وعد يشهد علي ربنا. وعد ايه؟ أبسطك. أبسطك يا شو. أبسطك يا أخو الغالي. كشفت سينرجي الشركة المشاركة في إنتاج فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقي للعمل، وهو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي. فيلم تاج من تأليف وبطولة النجم تامر حسني وإخراج سارة وفيق. وخلصت نشرتنا الفنية.